نبينا المصطفى محمد جمع ما كان لدى سائر الأنبياء من المعجزات الحسية وتفوق عليهم أيضا بمعجزة القرآن النظرية والعلمية. لذلك الشاعر الأزري رضوان الله عليه يقول: جمع الله فيه جامعة الرسل وآتاه فوق ما آتاها. كل اللي عند الأنبياء اجتمع عند رسول الله، وفوق ذلك أيضا زوده بما لم يكن عندهم. فإذا كان موضوع عيسى بن عمران يبرئ الأكمه والأبراص، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله شفى عين أم أبي أيوب الأنصاري وأعاد إليها بصرها، كما نقل المؤرخون. مختار النبي بيت أبي أيوب الأنصاري تحدثنا قبل عدة ليالي في هجرته ووصوله إلى المدينة، ورحب به أبو أيوب وأسكنه في حجرته السفلية. هذه أم أبي أيوب الأنصاري كان قد كف بصرها وعميت منذ فترة طويلة من الزمان لا ترى شيئا، فكانت تتمنى أنه: تمنيت لو أنه كنت مبصرة ولو للحظة واحدة حتى أشاهد نور النبي محمد. فجاء النبي ووضع يده على خمارها ووضع الخمار على عينها، فإذا بعينيها تعودان سليمتين صحيحتين مبصرتين. فهذا إعادة البصر لو لم يكن أصعب من إبراء الأكمه والأبراص بكثير، فهو مثل ذلك أو أصعب منه بقليل. لكن ما دامت القضية من طرف الإعجاز والمعجزة فبعد ما في صعب وسهل. إذا كان نبي الله موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يأتي بعصا تلقف السحر، والسحر مو موجود خارجي حقيقي مؤثر، فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله قد قسم بالإعجاز وبأمر الله عز وجل القمر إلى نصفين، نصف ذهب إلى جهة شرق الجبل ونصف آخر إلى غرب الجبل. مع أن هذا القمر موجود شيء طبيعي واضح بين. طيب، وقد حصل هذا وتحدث عنه القرآن. طبعا الكفار لما صار هالشكل قالوا: لقد سحركم محمد. فنزل القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ذكروا في قضية الخندق، وإن كانت قصص النبي في هذا المجال كثيرة من تكثيره للطعام والشراب وغير ذلك، قضية الخندق. الخندق حفر على يد المسلمين بعرض 10 متر كما قالوا، وعمق 4 متر تقريبا، يعني مثل طابق وشيء، حتى الفرس لما تجي وتقتحم تتورط ما تقدر تطلع بعد. وكان النبي يعمل فيه هو والمسلمون بدأب، قيل 4 أيام وقيل أكثر من ذلك.
آخر يوم جابر بن عبد الله الأنصاري شاف أن النبي أجهد نفسه كثيرا في العمل، فقال له: يا رسول الله، لو جعلت غذاءك اليوم عندنا. قال: لا بأس. ما عندك؟ قال: عندي بهيمة صغيرة، يعني خروف، صخل، عنز، غير ذلك، وعندي 3 أصوع شعير، يعني حدود 9 إلى 10 كيلوات بقياساتنا اليوم. والمرأة صنعتها، شوف مثلا إما شوربة شعير، إما شيء من الهريس، شيء من هذا القبيل. مثل هذا بالكثير، مثل هذا بالكثير يكفي إلى 20 إلى 25 شخص. وهؤلاء كانوا مع النبي، يتوقع أن النبي بيجيب إلى 2-3 في بيت جابر، هو وأبنائه وزوجته وأقاربه. فقال له: لا بأس، نأتيك يا جابر. لما خلص النبي من العمل في الخندق نادى في المسلمين: يا معشر المسلمين، هلموا إلى بيت جابر. تورط جابر، نداء عام، قريب من 700 واحد في الخندق يشتغلون، الآن النبي عزمهم عزيمة عامة: هلموا إلى بيت جابر. فذهب مسرعا إلى بيته، حسب تعبيرنا قال إلى زوجته: تورطنا ورطة، لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس عامة إلى منزلنا للطعام. ولو ندري هالشكل مثلا ما كنا حتى نتورط ويا النبي، نعتذر منه. فقالت له: يا جابر، إذا كان رسول الله هو الذي دعا فلا عليك، أنت ما عليك، إحنا نقدم اللي عندنا، طيب، وما مكلف الإنسان أكثر من هذا المقدار، بس إذا النبي سواها ما فيها مشكلة يظهر. فقال لجابر: يا جابر، لا أحد يأكل من الطعام حتى آتيك. فإجى النبي صلى الله عليه وآله وأخذ مقدارا من البرمة التي طبخ فيها ذلك الشعير، وأخذ مقادير من اللحم الذي أعد، ثم قال: يا جابر، أدخل الناس. وهو سكب سلام الله عليه وصلواته بنفسه في المرة الأولى، وقال: أدخل الناس 10-10 أو 20-20 حسب مقدار المكان. فكانوا يدخلون ويأكلون إلى أن يشبعوا ويخرجون، والطعام لا يكاد يتغير، ويأتي غيرهم، وهكذا إلى أن شبع كل من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقدر أنت تفسر بأي منطق غير منطق الإعجاز، ومو قضية ولا قضيتين ولا 3، متكثرة ومتواترة الرواية بها. هذا أمر خارق للعادة، فيه إشارة إلى اتصال النبي بالله عز وجل، يطابق دعواه في النبوة، غير قابل للمعارضة من أحد والمجارات من أحد أنه يقدر يسوي هالشكل. طيب، فهذه من المعجزات الحسية التي يمكن النظر إليها. لكن الأشرف من هذه المعجزات والأعظم منها هو معجزة القرآن الكريم. ليش؟ لأن هذه المعجزات التي ينظر إليها بالعين وتدرك بالحس غير قابلة للاستمرار. أنا وإنت الآن لا نستطيع أن ننظر إلى معجزة عيسى بن مريم في إحياء الموتى، ولا إلى معجزة رسول الله في تكثير الطعام، ولا إلى شق القمر، لأنه ما كنا في زمنه، وهي قضية متصرمة في الزمان منتهية، وإنما آمنا بها لثقتنا بما نقل الرواة واعتقادنا بجريان هذه الأمور على يد الأنبياء.
لكن المعجزة القرآنية لا تزال مستمرة، لا تزال قائمة موجودة بين يدي الناس، والعارف يستطيع أن يتأمل في نواحي الإعجاز فيها. هالعرب العاربة اللي يأتي لك بقصيدة من 200 بيت في قمة البلاغة ما يقدر يجي يعارض ويجاري ويباري هذه السورة المباركة، لا في اللفظ ولا في المعنى. حتى ذكروا أن ابن المقفع وابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني من الزنادقة أراد كل منهم أن يأتي بما يجاري فيه ثلث القرآن الكريم، وأمهلوا أنفسهم سنة كاملة، ذهبوا ورجعوا بعد سنة، واحد منهم قال أنا بس آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا عطلتني عن باقي الأشياء. آخر قال أنا شفت بس آية في سورة يوسف فلما استيأسوا خلصوا نجيا فحيرتني بلاغتها. واحد ثالث قال أنا لما رأيت الآية التي تتحدث عن طوفان نوح وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، هذه من أعظم الآيات اللي تنهي مرحلة كاملة وتقدم لك صورة رائعة، مشهد أصلا واضح جدا في عدد مختصر من الآيات تنهي مرحلة كاملة أوقفتني وحيرتني، ما قدرت أتخطاها أصلا. وهناك أيضا جهة الإعجاز المعنوي، احتواء القرآن الكريم على معاني معجزة للبشر. تقدر تقص قصص حقيقية لأقوام قبل آلاف السنوات، مو فقط تنقل الجهة الخارجية ما للحدث، وإنما تروح إلى داخل ما في الصدور، كما في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذه ما قالها، ما قال موسى أنا خايف ولا ظهر على شكله وعلى هيئته، طيب، وإنما في داخل النفس صارت هذه الحالة، خطور هكذا، خطر على نفسه خوف على رسالته وعلى مصيرها، ينقلها القرآن الكريم وقدمها إليك كصورة مما حدث قبل آلاف السنين. وهكذا بالنسبة إلى أخبار المستقبل، أخبار المستقبل قسم منهم قالوا أنه لو كان القرآن من صنع رسول الله أو اكتتبه من أحد لكان بالإمكان أن يقع فيه الكذب. هاي تبت يدا أبي لهب وتب، لو اليوم اللي نزلت الآية المباركة يوم ثاني إجا أبو لهب وقال لرسول الله حتى نكاية به، قال له أنا آمنت بك بس علشان يكذب القرآن، وتصير ورطة هذه. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خلجات الأنفس ومصائر الناس يقول هذا ما يؤمن وسيكون في تباب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. في ذاك الوقت اللي كان يتوقع كفار قريش أن النبي حيث أنه لا ذرية له سينتهي وتنتهي رسالته، وهو المتكلم عنده أولاد ويقول النبي أبتر سينقضي، القرآن يجي يقول إنا أعطيناك الكوثر، كوثر وزن فوعل تعني الخير الكثير من الذرية من الاسم من إلى آخره، وفي المقابل يقول إن شانئك هو الأبتر،